Bonjour, comment ça va aujourd'hui avec vous, Monsieur Ahmad Abdelaziz, le professeur de français de vous. معكم Monsieur Ahmad Abdelaziz, le professeur de français. النهاردة احنا هنعمل ريفيزيون جنرال على الثانية بريمير من سنة خمسة ابتدائي بور لو فرونسي. بتكلم أول حاجة على إزاي أعرف أعمل جمل، يعني إزاي احنا نعرف نعمل ترتيبة الجمل وأنا عندي جزئين من الجملة بس. طبعا لفراز اون فرونسي، الجملة اون فرونسي تتكون من سوجي الفاعل، بعد كده فيرب، بعد كده كومبليمون. خلينا أكد على نقطة مهمة يا جماعة واحنا بنتكلم، بس أي لغة عموما ما ينفعش أتعامل مع اللغة دي على أساس إن هي اخد اللي انا عايزه منها وخلاص، يعني بمعنى ان احنا ما نتعاملش مع الفرنسي او الالماني او الانجليزي او اي لغه في الدنيا وانا بتعلمها حتى في المدرسه ان احنا نتعلم منها اللي يخلينا ننجح وخلاص، او ان احنا عايزين نحفظ كوبي بيست وخلاص الحاجه اللي احنا هناخدها، لا، الموضوع اكبر من كده واشمل من كده. تعلم اللغه لازم نتعلم ازاي نعرف ان احنا نعبر باللغه دي زي اهل اللغه بالظبط ما بيعبروا بيها، يعني فكره تعلم اللغه بشكل شامل. تمام، فعشان كده بتكلم على انا ازاي عايز انشئ جمله، ازاي اعرف اكون جمله من البدايه من سوجي فيرب كومبليمون. ده الشكل بالطريقه سامبلمون، دي بطريقه البسيطه، ممكن يبقى مش بشكل معقد اكتر من كده، لكن انا بتكلم بطريقه بسيطه. هو مديني هنا السوجي ومديني هنا الكومبليمون المفعول، انا فاضل لي حاجه كمان اساسيه وحاجه كمان فرعيه. الحاجه الاساسيه اللي فاضله تصريف الفيرب، هو مديني تصريف الفيرب او مديني مصدر الفيرب برضه، لكن انا هجيب التصريف بتاع الفيرب هنا بعد كده هكمل ازاي بقى ناخد فور اكزامبل مثلا جابوستروف. طبعا جابوستروف بمعنى جو اللي هي انا، جون بمعنى استيكا، فيرب افوار بمعنى يملك او عنده، فانا عايز اجيب المعنى الكامل بتاعها. انا عندي جون، انا عندي استيكا، اللي زي اون فرونسي. اول حاجه انا حتى بعملها بطريقه سهله مع التلاميذ، الجو ابوستروف تنزل زي ما هي طبعا، وهعمل بوا نقط، بوا كمان نقط ثانيه، بعد كده كلمه كوم. الطريقه هنمشي بيها بطريقه ثابته، بطريقه ثابته تبقى بطريقه بسيطه. يبقى جو، طبعا جو ابوستروف ليه؟ هنعرف دلوقتي ليه انا حاططها جو ابوستروف. هي في الاساس بتبقى جو انا. تمام؟ طيب جو بوا بوا كوم. ليه انا عملت هنا بوان وهنا بوان؟ هنا نقط وهنا نقط. هكتب هنا حاجه وهكتب هنا حاجه، ايه اللي هكتبه هنا؟ هكتب هنا تصريف ضرب افوار. تصريف ضرب افوار مع جو اي. عشان كده انا عملت جو ابوستروف، لاني عارف ان التصريف بتاع افوار هيبقى بادئ بحرف فويال، بحرف فويال، يبقى جي انا عندي او انا املك. طب جو اللي هي استيكا سي، سنجولي ماسكولا ولا فيمينا ولا بلوريال؟ الكلمة دي ماسكولا مذكر ولا فيمينا مؤنث ولا بلوريال جمع؟ كلمة جوم فيمينا مؤنث، وبالمناسبة عشان كده هتاخد تين، الفيمينا بياخد تين. أنا عندي في أدوات النكرة إذا أختيك الأند فيمي أ تين دي، امتى بستخدم ان؟ امتى بستخدم ان؟ امتى بستخدم دي؟ ان تيجي مع سنجوليه ماسكولار لما تكون الكلمه سنجوليه ماسكولار يعني مفرد مذكر، ان لما تبقى سنجوليه فيمينا مفرد مؤنث، دي لما تبقى بلوريال لما تبقى جمع سواء ماسكولار او فيمينا. صفا؟ يبقى هنا قلت جي ان جوم، جي ان جوم، كده انا عملت فورماسيون دي فراز اون فرونسي. بعد كده بنفس الطريقة سامبلمون بطريقة بسيطة، إيل إيل افيك إس، كوا كوا فرير. إيل افيك إس تصريف فيرب إتغ مع إيل افيك إس. فيرب أفوار، فيرب إتغ، فيرب ألي، من الفيربات اللي بتتحفظ زي ما هي. وأنا لسه هتكلم كمان شوية على تقسيمة الفيربات بالفرنسية. طبعا احنا لازم نكون حافظين فيرب افوار التصريف بتاعه، تصريف فيرب ات وتصريف فيرب الي. افوار بمعنى يملك، ات بمعنى يكون، الي بمعنى يذهب. يبقى هنا اي ابي اس تصريف فيرب ات مع اي ابي اس هتبقى برونج وهتبقى سون.
يبقى il son. il son كلمة غير سنجولية مسكولا ولا فيمينا ولا فلوريال آخرها اس فلوريال يبقى تاخد دي يبقى il son de frère. il son de frère. il son de frère التي دي متنطقتش الاس دي متنطقتش والاس دي متنطقتش والاس طبعا هو il son de frère. il son de frère هم يكونوا إخوة نو وقوة إيكول أصرف فيرب علي علي معناه يذهب أصرف فيرب علي طبعا نكون نعرفينه فيرب علي مع نو هتبقى بروب نو زالون نو زالون نحن نذهب إيكول مدرسة كلمة إيكول هنا بقى هستخدم مش هستخدم أ وإين ودي اللي احنا قلنا عليها في الأول مع فيرب ألي في الجملة تروا وكات هستخدم مع قبل الكلمة اللي قدامي مش هستخدم أ وإين ودي لا أنا هستخدم أو ألا أن أبوستروف أو إكس دول اسمهم إيه؟ لي بروبوزيسيون دو ليو دي معناهم إن دول حروف جر المكان معناها إلى إلى طيب هنتكلم الاول عن دول بعد كده نرجع تاني لان دول الاساس في اللي احنا هنقوله هنا ايه الفرق ما بينهم كلمه دو فرانس انتر او على ال ابوستروف اي او اكس ايه الفرق احنا قلنا الاربعه معناهم الى دول بيجوا بعد فيرب الي بيجوا بعد فيرب الي انا اذهب الى طب الى ليها اربع اشكال فرقاء طب ليه أربع أشكال مع إن المعنى واحد؟ هنقول دلوقتي ليه؟ لأن أو بتيجي معاه سنجولية مسكولة يعني المكان اللي بيجي بعد أو لازم يكون مفرد مذكر زي زو تياترو سينما كليب ريستوران يبقى هقول أنا أذهب إلى أي مكان من دول يبقى جوفي أو زو جوفي أو تياترو جوفي أو سينما جوفي أو كليب جوفي أو ريستوران أبريسا بعد كده لا بتيجي مع سنجولية فيمينا زي كلمة ميزون ميزون بالمناسبة أنا سمعت هنا حرف زد منين دي حرف الزد؟ هو في حرف زد كلمة ميزون ميزون لا ده حرف اس طب ليه سمعنا حرف الاس زد؟ لأن حرف الاس لما يقع ما بين دو فويال ما بين اتنين فويال بتنطق زد وده بمناسبة إن النطق في الفرنسية صعب بنسمع كتير كده دايما في التعليقات ان نطق الفرنسي صعب طب ليه وازاي نقدر نحل الموضوع ده نطق الفرنسي من اسهل ما يكون ومن اجمل ما يكون ومن اشيق ما يكون في النطق بتاعه لكن هي الفكره ان انا بعرف اتعلم ايه قواعد النطق اللي بتخليني اعرف انطق كويس عشان اعرف ايه اللي ممكن ايه اللي هيتنطق وايه اللي مش هيتنطق في الكلمه طب الحرف هيتنطق بنطقه المعروف دي ولا هيتغير النطق بتاعه في حاجه اسمها الليازون الوصل في النطق كل ده انا بعرفه من خلال ازاي انا بعرف انطق صفر يبقى ميزون هنا ميزون على ميزون على دار على بوست الاس بتنطق الاس زي ما هي لان هي ما فيش لانها مش بين دو فويال ولا حاجه يبقى على بتيجي مع سنجوليه فيمينا المفرد المؤنث زي على ميزون على دار على بوست ال ابوستروف مع المفرد المبدوء دو فويال زي كلمه ايكول اليكول الوبيتال حرف الاش هنا فويال حرف ال هنا فويال فجي معاها ال ابوستروف قلت اليكول طبعا السي هنا اتنطقت ق واحنا هنتكلم بعد كده امتى ننطق السي سي وامتى ننطقها ق تمام اوبيتال اليكول الاوبيتال او اكس الاكس مش بتتنطق طبعا اوبيراميد لانها جمع يبقى الكلمه المكان الجمع هياخد او اكس في الجمع نرجع هنا بقى نوزالون نقط ايكول ايكول عشان هي سنجوليه مضروبه حرف فويال هتاخد او ولا الا ولا الا بصرف ولا اكس ها انا سامع برافو الا بصرف يبقى هنا اقول نوزانو اليكول اليكول طيب جو بوا بوان ريستورون اصرف فيرب الي مع جو جو في ريستورون تاخد او ولا الا ولا لا بصرف ولا اكس تاخد او لان هي سنجوليه مسكوله يبقى جوفي او ريستورون انا رايح المطعم جوفي او
ريستورانت. صفا؟ هنقل بعد كده على جزء تاني في الريفيزيون بتاعتنا على الفيرب. الفيرب. الفيرب في الفرنسي عموما اون جنرال بيتقسم لثلاث مجموعات. الفعل في اللغة الفرنسية بيبقى حاجة من ثلاثة ما يخرجش براها. بريمير جروب مجموعة أولى، دوزيام جروب، تروازيام جروب. المجموعة الأولى بيبقى آخرها أو إر. المجموعة الثانية آخرها إي إر، الثالثة أو إي إر أو إر أو أو إي إر. إحنا في المنهج بتاعنا اتعرضنا للمجموعة الأولى وبعض الفيربات في المجموعة الثالثة، ما خدناش خالص مجموعة ثانية، ما عندناش سانتيام بريمير سنة خمسة مجموعة ثانية خالص للفيرب أو حتى أي تصريف له. صفا؟ طيب المجموعة الأولى للفيرب، إحنا بنتكلم بالمناسبة في أساسيات، ده هيكل لغة. في فرق ما بين هيكل زي المبنى كده، لما باجي أبني مبنى بيكون فيه قواعد، بيكون فيه الأساس بتاع الهيكل، غير إن أنا هبدأ جوه أشتغل جوه، ده هيكل، هيكل اللغة، أساس اللغة. مجموعة أولى، مجموعة ثانية، مجموعة ثالثة. الحاجات دي لو فهمتها يبقى أنا كده بشتغل صح على اللغة، مش كده أنا باخد منها القشور بس. صفا؟ ازاي بقى المجموعه الاولى نعرف نصرفها؟ الفرنسي زي العربي، الفرنسي زي العربي، والفرنسي والعربي مختلفين عن الانجليزي، عن الانجليزي. بمعنى ان الفيرب في زي العربي كده، انا بقول في العربي مثلا مصدر الفيرب يتكلم، يتكلم، عايز اصرف الفيرب ده مع الضمائر الشخصيه بالعربي، فهقول انا، ينفع اقول انا يتكلم او انت يتكلم؟ اكيد هيبقى في اختلاف في التصريف، فأقول أنا أتكلم، أنت تتكلم، هو يتكلم، هي تتكلم، وهكذا. نفس الشيء أون فرونسي، برضو أون فرونسي أون كونجيج لو فيرب، إحنا بنصرف الفيرب سيلون لو برونو بيرسونيل، على حسب الضمير الشخصي، الضمير الشخصية اللي عندي. طبعا الضمير الشخصية جو يعني أنا، تو يعني أنت، إيل يعني هو، وإيل يعني هي، نو نحن، فو أنتم، إيل أفيك إسهم، وإيل أفيك إسهن، جمع المؤنث. مع المجموعة الأولى عشان أبدأ أصرف زي ما صرفنا بالعربي، في حاجة اسمها مصدر الفيرب وتصريف الفيرب، برضو أون فرونسي هعمل نفس الموضوع. أي فيرب مجموعة أولى بينتهي بـ OR عشان أصرف الفيرب ده أعمل إيه؟ بحذف الـ OR اللي في آخر الفيرب، وبعد كده بضيف النهايات. إيه هي النهايات؟ النهايات دي لازم أحفظها زي الاسم بالظبط. مع جو بضيف أ، مع تو أ إس. il ou elle e il nous o n s il vous z il avec h il avec s e l t. هناخد فيرب ونصرفه فور اكزامبل، كمثال هنشوف هنعمل فيه ايه. فيرب بارلي، فيرب بارلي اون اراب معناه يتكلم، فانا عايز اقول انا اتكلم، انا اتكلم، هو يتكلم، وهكذا. فاقول جو، احذف اخر حرفين، بعد كده بنزل الفيرب زي ما هو كده، ما عملتش حاجه لسه، انا شلت بس اخر حرفين وبنزل الفيرب زي ما هو، انا لسه ما خلصتش، هنرجع تاني نزود النهايات. صفا؟ كده ما عملتش حاجه، انا شلت بس اخر حرفين، بعد كده هنزود النهايات اللي احنا قلنا عليهم مع جو او، مع تي او اس، ايل و ال او، النو او ان اس والبو وزاد الى بالاس ولا بالاس ولا بالاس. طب ننطق الفيرب جو بارل، تو بارل، اللي تحت نقطه مش بتنطق، ايل ال بارل، نو بارلو، بو بارلي، ايل او ال بارل. يبقى اللي تحت نقطه مش بيتنطق في الحروف، جو بارل انا اتحدث، تو بارل انت تتحدث، ايل بارل هو يتحدث، ال بارل هي تتحدث، نو بارلو نحن نتحدث، نتحدث، بو بارلي أنتم تتحدثون، إيل بار اللي هم يتحدثون، إيل بار اللي هم يتحدثنا. آخر ثلاث حروف مع الإل والإل أبيك إس مش بيتنطقوا. هم بيتكتبوا لكن مش بيتنطقوا. هتبقى اسمها بارل. بارل 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 بارلو بارلي بارل. صفا؟ طيب مي أو في مينا، أنتقل بقى الجزء الثاني خالص بعد ما اتكلمنا أو رجعنا على جزئية الفيرب ونهايات المجموعة الأولى. طبعا في أمثلة على فيربات المجموعة الثالثة زي اللي احنا خدناها هناك بقى، المجموعة الثالثة زي افوار، زي ات، زي فيربات كتير تاني زي فيرب فير مثلا، دي كلها فيربات مجموعة ثالثة.
تمام. لكن على فكره الفيرب الليل اللي هو الليل بيتصرف زي ما هو بيتحفظ زي ما هو لكنه مجموعه اولى، يعني هو اخره ار اصلا. احنا قلنا الفيرب مجموعه اولى اخره ار، لكن الفيرب الليل هو فيرب شاذ، هو مجموعه اولى لكنه فيرب شاذ عن القاعده، هو الفيرب الوحيد الشاذ عن القاعده، يعني كله بتصرفه بالطريقه دي ما عدا الفيرب الليل بيتصرف زي المجموعه الثالثه، ده زي المجموعه الثالثه لكنه مجموعه اولى، وافوار وكاتر وفير مجموعه ثالثه. هنتقل بقى لاخر جزئيه، مي او في ميناء، ازاي اعرف اجيب المؤنث، صفه المؤنث من المذكر. هحول كل الفراز دي لفي ميناء. اوباشونجي الفراز دو ماسكولا او في ميناء. هنحول كل الفراز كل الجمل من مذكر الى مؤنث. إيل بمعنى هو. طب ايه المؤنث بتاعها؟ ال هي الفيرب هينزل زي ما هو ما بتغيرش. جران عشان اجيب الفيمينا منها المؤنث بتاعها هحط لها او في الاخر فتبقى جران. كمان النطق مهم، احنا مش بنتعلم بس كتابه، احنا كمان بنتعلم نطق مظبوط. ايلي جران دي ما اتقطعتش، ايلي الاس والتي ما اتقطعتش، ايلي جران ايلي جران إلي جراند إلي جراند. بالمناسبة نطق حرف الإر في الفرنسي ممكن إغ وممكن إر، ده صح وده صح، هو الاختلاف اختلاف لهجات بس. يبقى إلي جراند إلي جراند لما ضفنا إيه في الآخر إديت نطق. إلي بيتي إيه هتبقى إل، إيه تنزل زي ما هي، بيتي هضيف لها إيه في الآخر بقت بيتي. إلي بيتي هي تكون صغيرة. عمر اي جران، عمر يكون كبير. لما يجي لي اسم ولد وانا عايز اجيب الفيمينا بتاعها اجيب اسم بنت، يا اما اجيب اسم بنت يا اما احولها برضه ال، الاثنين صح. فهقول ندى اي جران اضيفها في الاخر. ايلي بلون، كلمه بلون معناها ابيض، الفيمينا بتاعها بيجي بطريقه شاذه يعني مش هضيف لها في الاخر بس. هنشوف دلوقتي هنجيب المؤنث ازاي. الايه هتبقى ال، ايه هتبقى زي ما هي، بلون هتبقى بلونش. انا هزود اش او في الاخر لان الصفه دي صفه شاذه، مش مجرد ان انا بزود لها او بس، لا هي بتتحفظ كده بلون بلونش بلون بلونش ابيض بيضاء. ايه دي ايه هتبقى ال، ايه زي ما هي، جري او جري هضيف لها او في الاخر بقت جريز. والاس هنا اتنطقت زد طبعا انتوا عارفين ليه، لانها وقعت ما بين دوف ويال ما بين الاي والاي عشان كده اتنطقت زد. صفا يبقى اي لي بليز. يبقى زي ما احنا اتكلمنا كده على الاجزاء اللي احنا راجعنا عليها، راجعنا في البدايه ازاي نعرف نكون جمله، حروف جر المكان اللي انا ممكن استخدمها في الجمله اذا خفيت لي اند في مين انا وايه ودي والفرق ما بينهم. بعد كده انتقلنا على الفيرب، فيربات مجموعه بتقسم المجموعه الاولى والثانيه والثالثه، ازاي نعرف نصرف فيرب المجموعه الاولى بالطريقه دي، اي فيرب اخر او ار اعرف اصرفه كده ما عدا فيرب قليل لانه فيرب شاذ. فيرب المجموعه الثانيه مش عندنا خالص، مش هنشغل بالنا بيه ولا نتلخبط بيه خالص السنه دي. المجموعه الثالثه ليه ثلاث اشكال، عندنا منه اشكال زي فيرب افوار وادر وفيرب فير. بعد كده اتكلمنا على ازاي نعرف نجيب الفيمينا من الماسكولا، نعرف نجيب المؤنث من المذكر. انا متهيألي اتكلمت على الحاجات الاساسيه في الجرامير بالنسبه لسنكن بريمير لخمسه ابتدائي، واتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع، واكد على جزئيه ان اي لغه بتعتمد على ان احنا ناخدها كلغه بشكل كامل وبشكل شامل، يعني ما اخدش اللغه دي ان انا عايز اخد اللي انا عايزه منها بس ان انا انجح في الامتحان او اجيب فيها درجه كويسه وخلاص، لا احنا بنتكلم في تاسيس لغه. لغه اي لغه عموما هاخدها لازم اهتم بيها كلغه لاني احتاجها بعدين. فاتمنى التوفيق للجميع، وانشونتي بورفو، وروفوار، ميرسي.